ونتحدث اليوم عن أهم هذه الإنجازات مع الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي الدكتور جاسم خلفان عبر الهاتف. حياك الله دكتور. حياكم الله، مساكم الله بخير، أهلا بكم، أهلا وسهلا، حياكم بك إن شاء الله دكتور. دكتور، بداية، دولة الإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة جديدة مع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نباك تخبرنا عن هذه المرحلة وبوادرها. وطبعا الحديث عن سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حديث مثل ما يقال ذا شجون، أكيد، لأن الشخص اللي الناس تعرفه حاليا رئيس الدولة لم يأتي في هذه الفترة، نعم، منذ بدايته كشاب إلى الآن وهو يتولى الأمور وهو مع الشعب وفي خدمة الدولة. نعم، فهذه السنوات الأخيرة الناس اللي شافت، لكن احنا عاصرنا الرجل حفظه الله وعرفناه منذ كان أولا رجل يهتم بالمسؤولية، يعني يتمنى من يعمل أن يكون دقيق في عمله وأن يرتقي في عمله، يعني بمعنى لا يجامل في إيش، في قيادة العمل ومسؤولية العمل. إذن لما تكون خلفية الرجل هذا بهذه النوعية تأكد أن دائما يفكر في المستقبل كقائد. هو كان قائد عسكري، قائد سياسي، حاليا يرأس دولة الإمارات، إذن لابد أن ينتقل بفكره إلى الأعلى. فالإمارات فعلا تتغير إلى، يعني لو أخذنا التغيير اللي الناس تشهده، أكيد، تغيرت كمباني كلها من بداية عهد زايد رحمة الله عليه وخليفة رحمة الله عليه، وهي تمشي إلى تغيير الإنسان والمكان. فتغيير المكان ظاهر للناس كلها، شايفين المباني كيف كانت وكيف أصبحت، يعني وأنتوا صحيح أنتوا شباب، لكن احنا شفنا يعني شفنا من أيام الخيام، نعم، ثم والخيام والعرش، بعد ذلك بعض ما يسمى المخازن، بيوت بسيطة كانت. الآن الإمارات في ظاهرها يراها الناس ناطحات سحاب، صحيح، شوارع، صحيح، مراكز تجارية، لكن يوجد في داخلها كذلك مراكز ثقافية، مراكز تنمية، مراكز علوم، فيها كذلك ترفيه، فيها المتاحف، في يعني المحافظة على المتاحف معناته الاحتفاظ بالماضي والذهاب للحاضر. أكيد أكيد. نعم. لكن دكتور، يعني نحن يعني نعرف أن صاحب السمو ما شاء الله عليه إنجازاته كثيرة على كافة الأصعدة. نحن، نعم، بغيناك تسرد لنا بعض هذه الإنجازات اللي أحدثت فارق كبير بين حياة الإماراتيين والعرب بعد. شوفي، إذا وجد شخص قال في التعليم لازم أعمل القفزة، نعم، فبدأ بالتعليم التقني، هو رجل عسكري وجدت معاهد تقنية، المعاهد التقنية هذه تعلم الشباب حرف، لذلك يعني ينخرط في باب التعليم الذي يغير الحياة هو التعليم. فإذا وجد التعليم التقني تتغير عقول الشباب من الدراسة العادية حفظ الكلام إلى الدراسة المهنية ثم الارتقاء. فوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في القيادة بني منذ نشأته، نعم، إذن التغيير الموجود حاليا نستطيع أن نقول أصبحنا، عشان أخاطب لغة الشباب، كل شيء حياتنا أصبحت أونلاين، صحيح، هذا عهد محمد بن زايد، يقول لك ما في داعي أنت تروح للأماكن، اجلس على الابليكيشن تبع أي مؤسسة، حكومة، مستشفى، تقدر تتعامل وياهم، بنك، تحول فلوس، هذه كلها تقنيات حديثة ترتقي بهذه الدولة لتكون في مصاف الدول الكبرى التي تتعامل من خلال التسهيلات الموجودة على تطبيق الشبكة العنكبوتية. إذن هذا نمو. نمو الثاني، الأخذ بيد الشباب كلهم في دراسات إلى خارج دولة الإمارات. يعني لما نقول شبابنا يدرسون في كوريا، شبابنا يدرسون في اليابان، يدرسون في أمريكا، في أستراليا، هذه قفزة نوعية في التعليم. إذا قفز التعليم لهذا المستوى أكيد أن القائد عنده طموح، يعني لا نتصوره حتى وصلنا إلى الفضاء. فهذه كلها تغييرات نوعية نقلت الشباب إلى الأفضل. إحنا كنا زمان نطمح فيما يسمى الخدمة الوطنية، أقرها سيدي صاحب السمو وأصبح الشباب ينتقلون من حياة المدنية المرفه إلى حياة العسكرية الإلزامية والانضباطية. هذه كلها نقليات نوعية حصلت في فترة وجود الشيخ محمد بن زايد في القيادة، مع مسميات اللي كانت قبل، يعني من نائب رئيس أركان ثم رئيس أركان، نائب القائد لعلى القوات المسلحة، ونائب ولي عهد، ولي عهد بعد ذلك أصبح حاكم إمارة أبوظبي، رئيس دولة الإمارات العربية. فهذه كلها وجدت معاه
بقيادته. طبعا لما يصبح الأمر أولا وأخيرا بيد صاحب السمو وكل الناس المحيطة به وعارفينه، التوجه للطموح الأكثر، الطموح الأفضل، لأن احنا لا ننافس من فراغ، ننافس من حقائق موجودة على الأرض. يعني لا ندعي أن نحن دولة عدنا وعدنا ويأتي الشخص السائح أو يأتي رغب العلم، ما لا بالعكس، كل من يأتي يصل يجد الحقيقة، وقبل ما يصل من خلال التطبيقات الموجودة عندنا، هذه نقلة نوعية في حياتنا كبشر، في حياة المجتمعات اللي إيش يضرب من المثل. يعني الحمد لله هذا فخر، بس هذا ما يأتي من فراغ، هذا من جهد ومن قرار يتخذه القائد، والقرار الحمد لله موجود الحمد على أرض الواقع. أكيد دكتور. دكتور طيب نعم. ماذا عن الصعيد الإقليمي والخارجي؟ أعتقد إذا أخذنا الصعيد الإقليمي، أنت دولة فاعلة، دولة لها مكانتها، ففكر محمد بن زايد القائد أن يصل إلى كل الدول وأن يتعامل معها، يعني هي ليس عملية ذهاب وعودة، لا، أتعامل معها من خلال أني أنا أصل بفكري وأخذ من أفكار الآخرين، ذلك يتم تبادل المنفعة فيما بين الدول. نعم. لأن الدولة التي تنغلق على نفسها تتخلف. صحيح. يعني أنت لا يمكن أن ترتقي وأنت ما عندك علاقات على مستوى العالم. بعدين إذا كان أنت عندك إمكانيات في كل المجالات، أولا تقدم خدمات، اثنين تتبادل المعرفة، تكتسب، فتعطي وتأخذ. يعني عندنا علاقات على مستوى الوطن العربي سواء خليجية أو عربية، عندنا علاقات على مستوى المنطقة المحيطة، وعندنا علاقات على مستوى العالم. يعني لو خذناها من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب، دولة الإمارات الحمد لله لها مكانة، بدأها زايد واستمرت والآن ينميها أو يرتقي بها أبو خالد حفظه الله إلى القمم. هو لا يبدأ من الصفر، هو بدأ من زمان، لكن الطموح ما له حدود، ما له حدود فعلا دكتور. حتى نعم خلوني بس أقول لك، تفضل دكتور. أنا أقول محمد بن زايد اللي يعرف سنه، يعني نجد أن القيادة أخذت منه، لكن هو أعطى، الله يعطي الصحة والعافية طول العمر. يعني آمين. دكتور يعني ما شاء الله منذ تولي سموه رئاسة الدولة ونحن نشوف مدى اهتمامه يعني بالإنسان والطفل والعلم، لماذا برأيك؟ لأن خريج مدرسة زايد بن سلطان، مدرسة زايد بالنسبة لمحمد بن زايد الله يحفظه جاءت من إيش؟ من مدرسة التعليم اللي هي المدرسة العامة، وذلك وكذلك البيت. ولا ننسى أم الإمارات فاطمة مبارك الله يحفظها ويطول في عمرها، فاللي تربى في هذه المدرسة بين أبوين زايد بن سلطان وفاطمة مبارك أكيد اكتسب كل ما يجعل يحب الناس ويسعى لتقديم الأفضل. يعني محمد بن زايد يصل للبيوت، تواصل مع الناس، يطمئن عليهم، وكان في مواقف كانت الأمور صعبة، لكن يصل حتى أيام ما يعني أصابنا وكان فيها فخر رأسنا شهداء الإمارات، يعني قائد يصل بنفسه وكانت الأمهات معاه مستعدين يعطون أكثر. يعني تصور لما الآباء والأمهات يقول لك ولدنا راح شهيد، نقدم بعد غير أخوانه. إذن هذا القائد هو حب الناس، فالناس أحبوه، هو أعطى للناس، فالناس مستعدة تعطي أرواحها لخدمة هذا الإنسان. إذن هي كون خريج مدرسة زايد، ثم لا نستطيع أن نقول، وشخصية محمد بن زايد شخصية الإنسان المحب، شخصية الإنسان القائد، لأن محمد بن زايد كان يتعامل مع الشباب منذ الصغر، فيقدر كل إمكانيات أي شاب ويدعمه. إذا الشاب عنده استعداد هو بيعطي أكثر، إذا ما عنده استعداد يحاول يصلح منه. فمثل نركز على الخدمة الوطنية، كانت مصنع للرجال، هم دائما يقولون الجيش أو الخدمات العسكرية هي مصانع الرجال. طبعا نعم. طبعا دكتور نحن لا يسعنا إلا أن نشكرك في هذا اللقاء. نعم. على هذا الحديث الطيب، وأيضا على يعني المبادرات التي تحدثت عنها، وخصوصا عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله. شكرا لك. نعم. كل الشكر لك. الله يحفظك.